افادت وكاله الانباء السعوديه الرسميه ان المملكه عينت الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا لاول مره منذ عام 2012 بعد قطع العلاقات بين البلدين واعلنت الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيه في سوريا منذ عام عقب اعلان جامعه الدول العربيه عوده دمشق للمشاركه في انشطه الجامعه بعد 11 عاما من تجميد عضويتها كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تعد موقفا حاسما إذا ملف اللاجئين السوريين لإعلانه خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المقرر عقده غدا. وذكرت الصحيفة أن كلمة لبنان خلال المؤتمر ستركز على وجود وجهات آمنة داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها وتقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين وليس الموجودين داخل لبنان ولفتت الصحيفة أن كلمة لبنان ستعلن رفض بيروت المطلق ربط عودة اللاجئين بالحل السياسي، وسترتكز على مقررات الحكومة اللبنانية التي اتخذتها مؤخراً وتوصية البرلمان اللبناني، إضافة إلى التأكيد على أن لبنان بلد عبور لا بلد نشوء. تتوقع منظمات الإغاثة أن تكون التعهدات في مؤتمر بروكسل غير كافية وأن مزيداً من التخفيضات في المساعدات ستتبع ذلك. وقال ديفيد كاردن نائب منسق الامم المتحده الاقليمي للشؤون الانسانيه في سوريا انه تم تامين 6% فقط من نداء الامم المتحده لتقديم المساعده لسوريا في عام 2024 حتى الان قبل مؤتمر جمع التبرعات السنوي في بروكسل. وتطمح الامم المتحده لجمع اكثر من 4 مليارات دولار لدعم 16.7 مليون سوري محتاجين. وفي العام الماضي تعهد المانحون بمبلغ 10.3 مليار دولار بعد الزلزال المدمر بينما تعد المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا مسألة حياة أو موت بحسب مسؤول أممي أكد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في محافظة السويداء الشيخ حكمة الهجري أن الشعب السوري خسر بلاده ولم يعد للدولة أي سيادة أو قرار على مستوى المنطقة أو الإقليم. وقال الهجري خلال استقباله وفودا شعبيا الامس ان على اداره النظام ان تفهم انها غير شرعيه على الاراضي السوريه داعيا الى الحفاظ على التكاتف ريثما يتم بناء دوله صحيحه وشدد الهجري دعمه للحراك الشعبي في السويداء وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار بيانات أعلان تشكيلات عسكرية جديدة في محافظة السويداء منها تحمل اسم مجلس القوى العسكرية وأخرى المقاومة الشعبية حددت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية التابعة لقصد سعر القمح ب 31 سنتا أمريكيا للكيلوغرام الواحد، فيما كان سعر توريد القمح لموسم العام الماضي بـ 43 سنتا. وشهدت محافظة دير الزور مظاهرة للمزارعين والفلاحين عند مركز العشرة كيلومتر احتجاجا على تسعيرة الإدارة الذاتية وسط دعوة لمظاهرات يوم غد. تشهد أسواق مدينة الرقة ظاهرة فريدة من نوعها لوجود خرفان يتم إقامة عمليات تجمير لها من أجل تزوير سلالتها بهدف بيعها بأسعار مرتفعة. وقالت وسائل أعلام محلية إن هذه المواشي تنال قدرا كبيرا من الاهتمام في الآونة الأخيرة بسبب الأسعار التي سجلتها والتي وصلت لما يقارب 300 مليون ليرة سورية للرأس الواحد. وتتم عملية التزوير في مناطق حمص قبل أن تشحن الخراف التي خضعت للتجميل من صبغة شعر وبوتوكس للأنف نحو أسواق مدينة الرقة حيث يتواجد العدد الأكبر من خراف سلالات معينة